إضراب شامل عما الوطن. طبعا نحن نتحدث متابعينا الكرام مواجهات كما ذكرنا في المشهد تحديدا ما جرى في محافظة هذا اليوم. كان هناك إضراب كافة أرجاء محافظة الخليل، ونستطيع القول على الأقل من خلال الجولة الميدانية في مناطق المحافظة هنالك التزام دعوة له، إضافة إلى أنه أيضا اندلعت في أكثر من منطقة ما بين الشباب منذ أن تم الإعلان عن ارتقاء الشهيد وليد. هذا أكثر من منطقة مواجهات نقاط اندلعت المواجهات
مرحبا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر من خلال وكالة جيميديا من منطقة باب مدينة الخليج، حيث تشهد لمواجهات الشبان وقوات مدخل شارع الوداع في منطقة زاوية ومدينة الخليل. طبعا هذا الأمر جاء بعد دعوة متابعينا الكرام لإضراب شامل عن كافة أرجاء المحافظة هذا اليوم. كان هناك التزام حديد الإضراب الذي له في كافة أرجاء محافظة الوطن، التزام كما ذكرنا حديدي الذي تمت الدعوة في كل لهذا اليوم. طبعا شهد تماس ومناطق عديدة في محافظة منذ الليلة ومنذ أن أعلن عن ارتفاع الشهيد عدي التميم. هذه اللحظة شهدت مناطق كثيرة في المحافظة الشبان وقوة قصدت مواجهة الهلال في الزاوية وسط الخليل، حيث نقف نهي من العروب إلى الشمال من الخليل، كذلك عند مدخل إلى الجنوب من الخليل عند البرج العسكري المقام خرصة جنوب الخليل، و شبان وقوات هنا أخرى أيضا تصل إلى نتواجد فيها تتماس الشبان و حيث تشهد المنطقة مواجهة وبشكل إذن تعزيزات إسرائيل بالزاوية وبدء للمواجهة قوات الاحتلال قيام الشبان بإشعال طارات هنا إذانا شبان وقوات الاحتلال. الصورة تنقل سادتي الأفاضل المتابعين بتفاصيل الصورة التي تنقل الخليل هي اللحظات، هي صورة مشابهة، إذا هي صورة مشابهة لمناطق أخرى محافظة الوطن تشهد مواجهة وقوة الاحتلال. هذا
إذن ما بين إطار الاتجاه المتمركز في المنطقة. إذن تقدم الشبان كما تشاهد الأفاضل متابعينا الكرام بتفاصيل منطقة جنود الاحتلال الشبان واجدين في منطقة باب الزاوية إذن قوات الاحتلال تبدأ الآن في هذه اللحظات بإطلاق الرصاص باتجاه